طب خلونا في البدايه نتكلم عن الانجاز اللي حققتوه، طبعا الكبير اللي حققتوه مع منتخب مصر في بطوله العالم للكراسي المتحركه لكره اليد. ممكن نتكلم شويه عن الانجاز ده، بعد كده هعرف بقى منكم تفاصيل بقى البدايه جت ازاي. اتفضل. والله واحنا الحمد لله طبعا يعني دي اول مره تقام بطوله كره يد على الكراسي المتحركه في مصر او في العالم، يعني اول بطوله عالم. واحنا كلفنا احنا لعبتنا الاساسيه كره السله على الكراسي المتحركه. تلعبوا كرة السلة أصلا مش كرة اليد؟ لا لا، مفيش أصلا كرة يد في مصر، مفيش فرق لكرة اليد في مصر، لا. ولا في منتخب لكرة لا اليد لا لا. في مصر؟ عشان البطولة كانت مقامة في مصر، فطبعا لازم يكون في تمثيل لمصر في البطولة. فاحنا كلفنا والحمد لله كنا قد المسؤولية الحمد اوكي، لله. يعني تم الاستعانة بيكم لتمثيل منتخب كرة اليد لمصر، وانتوا أصلا بتلعبوا كرة سلة على الكراسي المتحركة. هل واجهتوا صعوبة في حاجة زي كده؟ وطبعا ما في صعوبه جامده، هي برضو نفس اللعبه بتهتم اهم حاجه بحركه الكرسي، فحركه الكرسي كانت موجوده عندنا. وبس في البدايه برضو بحب اشكر الجهاز اللي كان معانا، احنا كان معانا جهاز كابتن ابراهيم وكابتن وائل والدكتور عادل طبعا وكل الجهاز، ان هم يعني ساعدونا كتير قوي ان احنا نوصل للمستوى اللي احنا وصلنا فيه في 40 يوم. وكان حلم طبعا احنا يعني حققناه فتره الحمد لله. الاعداد ان انتوا تلعبوا كره يد دي خدت 40 يوم البطوله كلها بالبطوله 40 يوم، فطبعا كان معانا جهاز محترم طبعا هو اللي ساعدنا طبعا، ومع بعض دول لعيبه كابتن فرج وكابتن سويرم كل اللعيبه طبعا كان ايدينا في بعض. وكان حلم ان كره اليد دي الشعب المصري عارفها ان هي بطل، صحيح فدي كان مسؤوليه صحيح علينا احنا، لازم برضو نحط اللي هي البطل.